انا ديما تنقول بان هشام ايتمنى مطلب جماهيري، واليوم تيبان والظاهر ان مجموعه ديال المنخرطين كامله مورا ايتمنى. ايتمنى اليوم هو اللي جاب لنا اونترينور كبير، ايتمنى هو اللي بصدد الانتدابات. اذا احنا ما مستعدينش اننا نضيعوا الوقت، وحتى شي واحد ما غفل على ان الوقت ما بقاش والفرق الكبرى كلها غتدخل في البريباراسيون، دونك حتى حنا غنحذو الحذو ديالهم وغنتلفوا وراء السي هشام ايتمنى وياخذ المسار ديالو وكرئيس. ان شاء الله الجمع العام غياكد هذا الشيء وياكد على ان الجمهور الودادي خد الاختيار، ونتمنوا ان الكره تدور مع ايتمنى وتوفق، لان اهم حاجه هي ان الكره تدور. انا والله الا بصراحه زعما ما تنخافش، لان ايتمنى تنعتبر بانه من الناس المحنكين في البطوله المغربيه، وبلغه اخرى يمكن حريفي في الكره، يعني انتدابات والله ما مخلوع. انا الى اليوم ما تنشوف انتدابات، وي بغيت نعرف، ولكن باغي نعرف غير الكاليبر، وتنعرف بان ايتمنى تيهضر على 10 الفوق، يعني 10 نقاط الفوق. بالنسبه لي انا المساله مساله ايام، انا مستعد اني نصبرها الا كان هذا هو اللي غيخلي الرئيس ديالنا في احسن الحالات ديالو. بالنسبه لي اليوم ايتمنى ما محظوظ في نقطه واحده، لانه خصو يكون دابا مركز على انتدابات، ولكن بالو في 24 في انتخابات. دونك هذه اللي بالنسبه لي غدي ليه شويه الجهد، والله يكون في عوانه في حقيقه. انا 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 تنقول ماشي استطلاع راي ديما، ولكن تيبان لي بان الكل ملتف وراء السي هشام ايتمنى.